طبعا احنا في الطريق اللي نسوي كويست لقينا بوس تبي امانة. طبعا ليش انا يا اخي تبي امانة هذا؟ لان حكايته بكويست ثاني هو كويست رقم او رقم ما ادري شو اسمه. طيب هذا مكانه ان شاء الله هذا المقطع. طبعا البوس هذا بس ما تسوي شيء من الحصان عطى ضربه ضربتين ثلاثه بعدين خلاص اذا جاب يضرب الحشم كل سنة في واحد رابع منه والله بس سهلة جدا. انا دثروت هذا مكانه هنا دثروت وش بعد كمان